كل الحال. والله الشحن الكفله رمى علينا مناشير ولا بدهم يبيدوا المنطقه اللي فيها. ايش ذنب الاطفال؟ ايش ذنب النساء يتروحوا؟ ايش ذنبهم هذول؟ ذنبهم انهم صامدين وقاعدين في بلدهم لا ميه ولا كهرباء ولا دواء ولا علاج ولا اكل. طلع المخبز مسكر ما فيش خبز ياكلوا. ما فيش خبز ياكلوا الاطفال.